مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا. صوت العدالة مرة أخرى تطلق اتصال من عبد الحق. من هو عبد الحق؟ عبد الحق الملقب بجويرة. جويرة بحت كذلك في هذا اللقب، لقينا من الأب ديالو اللي بطبيعة الحال كان في المجال ديال كرة القدم وما إلى ذلك. جويرة الاسم الصحيح ديالو هو عبد الحق، يلح بشدة أنه بغي يتكلم في صوت العدالة. مجموعة من المعطيات فيها علامة استفهام، فيها مجموعة من الأشياء اللي بغينا نفهموها. واش هو انشقاق من عند الميلودي؟ واش مسألة ضمير في أشياء بغي يصرح بها لتنوير رأي العام؟ غادي نناقشوا مع الأمر. عبد الحق، حنا جينا لعندك كما طلبتي، بغينا تكلمنا على السبب والإلحاح ديالك أنك تدوي في صوت العدالة، النقطة الأولى. يعني هذا السؤال الأول، تفضل. شكرا. أول حاجة، المسألة ضميرية ماشي مسألة انشقاق ولا شي حاجة، لأن عادل ديما خويا وتيبقى ديما خويا، ولكن الحق تيجي فوق أي حاجة. أمنية راه بنت عادل الميلودي، لأن أنا باش نوضح، إلا سمحتي لي باش نوضح معك السؤال. السؤال غتكلم لي على شنو هو السبب اللي جئتي لصوت العدالة، عاد غنمشيو الأمنية ونناقشوا معك بزاف النقط. النقطة الأولى، أشنو واش كاين انشقاق؟ واش انشقيتي عليهم؟ أعطينا النقط اللي كتشوف أنت أشنو هو السبب اللي خلاك تعيط صوت العدالة. السؤال هو عادل الميلودي عطاوني وعد باش نخرج ونقولوا للجمهور المغربي بان عادل الميلودي غيحل المشكل ديالو مع ولادو امنيه وعزيز. ولكن فاش خرج عادل تلاقيت به وقال لي صافي يلا دير لنا دير زعما جريو في هاد الخير هذا. مشينا حنا البارح انا والمزقيطي وخوت عادل شوميشا وايوب المعروف بحجوب واختو مونيا، وغوتنا على الشهود. مشي ناس من الشهود ديال عزيز وأمنية، وجاو عندنا للدار، ومسكين المزقيطي الله يعمرها دار صايب لهم العشاء وسيناهم في الاخر ما يطفيو عندنا التليفونات. صافي انايا خاصني وعدت المغرب الناس ديال المغرب، اذا خاصني نوفي بالوعد ديالي، ولا ما وفيتش بالوعد ديالي حيت انا راه ماشي هو عادل الميلودي، انا اي صاحب عادل الميلودي. معايا في هذه النقطه هذه ونمشيو نقطه بنقطه. واخا السؤال الاول، شكون اللي طفى عليك التليفون؟ واش هذا الشيء اتفقتوا مع الميلودي بانكم غادي ديروا هذا اللقاء الصلح، وملي قالوا لكم واخا مشيتوا لعندهم طفاو التليفون، ولا اشنو اللي وقع؟ دقق معايا في النقط باش نعرفوا شنو الموضوع، نوضحوا للراي العام. الموضوع هو انهم كان معاهم صامويل وكانت معاهم مونيا وكان معاهم امين وكلهم طفاو التليفونات. وهما كانوا متفقين معكم على انهم يجيو هاد الناس؟ صافي كانوا متفقين معنا. وحنا علاش وعدنا المغاربه كاملين؟ واش حنايا نوعدوا من راسنا؟ حنايا راه ما انا راه المشكل راه هو اللي قاد به وهي اللي قاد به، وعنده ما عندهمش شي مشكل انه ساهل هذاك المشكل، لانه كان هذاك المشكل واعر كون انا نتساتر معهم، ولكن عندهم لاموين باش يحلوا ذاك المشكل، اذا خاص هذاك المشكل يتحل باش عادل ما يتعذبش وما يمشيش لجهنم. إذا سمحتي لي بقى معايا نقطة في نقطة، من كل سؤال عنده الجواب ديالو. اللي فهمت أنه وعدك بداك أنك تتكلم عن المغاربة تكون ناطق الرسمي بسمية الميلودي، دويتي معاهم ملي كان في ظرفية ملي كان في فترة الاعتقال، من بعد اتفق معك على أساس كتجمع الأمور باش يتصلح هذا الوضع. اتفقتوا مشيتوا لعندهم طفاو عليكم التليفون، هذا الميلودي طفى عليكم التليفون، هذا هو كلامي. هذا هو كلامي. هو الميلودي كان التليفون ديالو طافي من قبل، ولكن صامويل وإيمان طفاو التليفون صافي. من بعد هذه الواقعة اليوم ما اتصلوش بيك، ما تكلمتيش معهم في هذا الأمر؟ صيفط إيمان صيفطت لي ميساج قالت لي ما تبقاش أنت يا بغيتي أمنية عزيز والكبيره الله يربحك بهم، ولكن انا هذا الميساج ما نعطيهش للمغاربه ولا يسمعوا شي واحد، لان سيكوريتي يبقى بيناتنا حنا ديما، راه انا ماشي ضدكم باش انا نرمي لكم اوديو ولا شي حاجه. نعم، لا في هذا الاطار هذا اللي تنوير الراي العام اكثر، خصنا نسمعوا هذاك الاوديو ويسمعوا الناس. ما دام هذاك الاوديو اذا لم يكن فيه، نكمل الكلام اذا كان ممكن، ما دام هذاك الاوديو ليس فيه كلام ساقط، اذا كان كلام عادي خصنا نوضحوا للراي العام. علاش؟ باش تكون مصداقية كلامك. مصداقية كلامك
كتعلق بأن هاد الأوديو يسمعوه المغاربة. وأنا تنوعدكم بأن هاد الأوديو عندي، ولا خرجت هي وقالت ما عندوش هاد الأوديو غنطلقوا لخوتي المغاربة. ولكن أنا راه واحد الحاجة سكري خاصها تبقى سكري، لا قالت لا ولا تيكذب نطلقوا للمغاربة ويسمعوه. وشنو نقول لكم كاع شنو فيه؟ راه ما فيش شي حاجة فيه. نتايا تصحابنا حبيبنا واللي تعدونا والله يربحك. المهم أن لا ما تبقاش تهضر مع عادل وما تبقاش تهضر معايا، والله يربحك بالكبيرة، والله يربحك بعزيز، والله يربحك بأمنية. يعني هاد الكلام اللي كتقول في الاوديو حنا نتمنى ما نقولوش، كما كان حنا نتمنى انك تعطي الصوت العداله اكثر. تقول هي لا نعطي الصوت العداله، تقول بان جوير راه تيكذب نعطي الصوت العداله. انا المهم واخا هذه مساله فهمناها، يعني اللي فهمنا انه هذا الانشقاق ديالك جا ما التزموش معاك بالوعد. غنكمل السؤال، ما التزموش معاك بالوعد اولا، والمساله الثانيه انه وليتي عنصر غير مرغوب فيه مع العائله. هذا الكلام ديالها حسب التصريح اللي تكلمتي. انا بغيت نشوف معك امور اخرى الى كان ممكن، ولا تنوير الراي العام. غادي نرجعوا شويه الاوراق قبل ما نوصلوا للامنيه وعزيز، غادي نناقشوا الظرفيه ديال الاعتقال اللي كانوا فيه بربعه. انت كنتي شاهد رئيسي في الملف، هذيك الشهاده اللي شهدتي، شنو الشهاده اللي شهدتي؟ وتكلمت على الواقع، شكون اللي ضرب الاخر؟ بغينا الحقيقه والراي العام كيشوف. هذاك الشيء انا قلت لك جاي نورك في قضيه وحده، هي القضيه ديال امنيه وعزيز والكبيره. هذاك الشيء تيبقى بيناتهم كيفاش تضاربوا ولا شي حاجه، هذاك الشيء تيبقى بينات عادل وبين انا. ولكن انت راه كنتي شاهد. كنت شاهد انا. شنو اللي الشهاده ديالك امام الله؟ نكمل السؤال. الله يجازيك السي عبد الحق. الله يستر عليك من الامكن. تنتمنى راه النقاش هكا. سمعني ونسمعك. سمعني ونسمعك. انا نعطيك السؤال وانت خذ وقتك جاوبني. انت كنتي في الواقعه، هذيك الواقعه جاو فيها الراي العام، شنو اللي حضرتي ليه؟ شنو اللي شفتي؟ شنو اللي كاين؟ شنو اللي ما كاينش؟ سال الصداع عاد جيت، لقيت الصداع ساله، لقيت المشكل ساله، ولكن فاش مشاو للكوميساريه امين قال لهم راه كان مع جواره، ولكن هما عينوا القضيه، عينوا البلاصه وداك الشيء، عرفوا بان انا ما كنتش وصافي، خلوني شاهد وصافي، شاهد ما شاف شي حاجه وصافي. هذا انت ما خرجتيش في اللايف كتاكد بانه شنو اللي وقع؟ شنو اللي وقع؟ خرجت قلت هذاك الشيء اللي وقع، تناقشوا هو وعادل، داب جو وعادل. انا دابا يلاه قلتي ان انا ما كنتش هو امين اللي جبدني. لا اللي عاود لي عادل. فاش سالها انت غتشهد بشي حاجه عاودوا لك عادل، ولا تشهد بلي شفت عينك؟ لا وانا ما شهدتش بان هذا ضرب هذا ولا هذا ضرب هذا، انا شهدت بان اللي عاود لي انني وقفنا، قال لي قلت لي صافي، ما قلتش كاع شنو قال لي وشنو قلت له، وقالت لي صافي، قال له كلمه لاخر، قال له كلمه لاخر، تشانق مع لاخر، تشانق مع، هذا الشيء اللي قلت، ما قلت حتى شي حاجه من غير هذا الشيء. نرجعوا لهذه المساله من بعد، غادي نناقشوا الوضع ديال امنيه وديال عزيز، شنو هي المعلومات بينك مع الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنقولها مرة أخرى، لا أوجه التهام لأي أحد، هناك قضاء في المغرب، إنما لنا الحق في الوصول إلى الخبر والحقيقة. هذا إطار ديال الصحافة اللي مخول لنا القانون. يعني مسألة الحقيقة اللي كتعرف أنت على الاعتراف ديال عزيز وديال الأمنية، واش عزيز وأمنية بالنسبة لك أنت؟ صلة القرابة اللي كانت عندك معه والجوار والصداقة وما إلى ذلك، واش عزيز وأمنية ولاد الميلودي؟ ولاد الميلودي، ولاد الميلودي بدون نقاش. بدون نقاش. وشكون السبب ديال هذا؟ أنا كنت هاد الأمور كاملة اللي واقعة دابا، أنا كنت نخلي عادل هو يقولها بفمه باش تجي زوينه من فمه حتى نحمق عليه وصاحبي، ولكن هو يا عطاني وعد وما وفاش بالوعد ديالو. عرفت بان داك الشيء بحال اللي تتكب بالماء في الرمل، اذا انا ما نبقاش انايا نتكب حتى انا في الرمل، خير اذا نحيد دميتي قدام الله وقدام الشعب المغربي وقدام العالم كامل. هذوك كذلك السؤال الثاني كيتعلق بديك الامور اللي في موضوع النقاش ديال الخطابي الياباني، طريقة الوصول إلى دوك الوثائق بحكم معلومات اللي عندك عبد الحق في هذا الموضوع. أنا نتمنى تجاوبني بكلام صادق. أنا أقسم لك يمينا لما تنقول لك ولادو من غير هذا الشيء أنا بعيد ومكلق شي شوية وما تنفهمش في هذا الشيء وما تنسولش في حتى شي حاجة، لما قلتيش لي كاع ما نسولك. وهذا الشيء اللي كاين، هذوك الدراري عاشوا مع ولادو وسالين الهضرة وصافي، وأمنية بالأخص أمنية كانوا هو وياها تيعيشوا قصة كبيرة ديال تتموت عليه وتيموت عليها وتتنعس حداه، واخذ الطاقة ديالها مع من باها، هو واخذ الطاقة ديالو
بقوه الحب اللي كان بيناتهم ايمان ولات تتغير منها وبزاف الحوايج. والان مازال المشكل اللي عند ايمان هو تتغير من امنيه، وهذا هو المشكل اللي عندها. اما امنيه ايمان راه ما تهمهاش الفلوس ولا تهمها شي حاجه، ولا تتهمها هي الغير، المهم تكون هي كباير وصافي. يعني هي المنتصرة. هي المنتصرة، هذا هو المشكل ديالها. أما المشكل سهل يتحل، كل ما كانش المشكل سهل يتحل أنا ما نخرج. ويسمح لي صاحبي حيت خرج هدرت، حيت صاحبي بغيت له الخير وما بغيتوش يضيع، هذا هو علاش خرجت ويسمح لي وتنتأسف ليه. في هذا الإطار بقى معك نقطة بنقطة. أنت تقر بانه هذيك الوليدات ديالو ما كاينش نقاش، شنو هو السند اللي كتشوفو انت قوي بانه مولاده؟ انا ناقشت معاك انت كتعرف عندك ليستوار الكبيره، عندك ليستوار ديال كيفاش تزوجت. نكمل السؤال، نكمل السؤال الى كان ممكن. مرحبا مرحبا. انت عندك مجموعه من النقط، هاد النقط كتتعلق بهذه الامور كيفاش مشات. شنو هي الحوايج اللي كتشوف قويه من الخطابي اللي يبان؟ السبب راه قلت لكم راه هو ايمان السبب. اما هادي راه ما عندوش مشكل. هذيك النهار فاش قال لهم انا راه كاع المغاربه ولادي، راه ما كملش، راه راحت بالصح، راه تيبغي كاع المغاربه هو، ولكن هو يا محطوط في كفه، وهي حاطه ولاده في كفه وهي في كفه. تتقول اما يمشي مع ولاده ويخلي كل شيء ويخلي مستقبله ويخلي داك الشيء اللي ضرب عليه تماره كامله، ولا يجلس معها. هذا الشيء اللي كاين، حتى هو راه محطوط ما بين كفتين وصافي. والشعب المغربي راه يعرف بان عادل الميلودي راه ما كرهش يدير اي حاجه مزيانه، ولكن الا سمحتي لي هذوك الخراجات اللي كيدير عادل اللي كيتكلم على بالاخص على عزيز، في نظرك هذاك الشيء واش متصنع؟ لا ماشي متصنع، هو يا تيبداو يعمروا له. مضغوط هو؟ مضغوط بزاف، ومضغوط بزاف. الطرف من مضغوط؟ المهم راه باينه، راه حاجه وحده اللي عطات. ما كاينش باينه، كنقولوا التنوير، كلمه تنوير هو نوضحوا ما امكن للراي العام. من مضغوط عادل على انه يعترف بولاده وبالاخص في عزيز. انا قلت لك قبيله عاد ايمان راه تتغير من امنيه، وراه هذا هو الضغط وصافي. يعني الطرف الثاني هو اللي كيصنع القرار. سالينا الهضره وراه باينه كل شيء، وهذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء اللي زعما ما عندي بان في ذاك من اكثر من هذا الشيء، هذا اقسم لك يمينا، وهذا الشيء لا نشهد به في اي بلاصه. عندي سؤال اخر، هذا السؤال كيتعلق بالوقت اللي جاء عادل عند الشرطه كيدلي بشهاده طبيه، واحد تصريح وكنشوفك فيه انت واقف وراه كيتكلم على انه اي واحد يمشي عند الطبيب يعطيه 90 يوم 180 يقول له اي كضرني هذه البلاصه يعطيه شهاده طبيه. في نظرك الطريقه باش خدا شهاده طبيه هو في ذاك النهار بخير وصحيح؟ كيفاش كتشوف انت هذا الشيء؟ انا ما كنتش معاه في الوقت اللي مشى جاب شهاده طبيه، ولكن مشى جاب شهاده طبيه ما عرفتش منين جابها. المهم جاب شهاده طبيه فيها 27 يوم، ولكن كان فيه هو معاه هو يا عنده شي، المهم فيه شي زروقيه وشي حاجه في رجليه باش خداها. هذيك الزروقيه مناش؟ من الملاكمه اللي داروا هو. وهي كانت الملاكمه؟ هذا كان ولا ضروري، راه ما شوا. راه قلتي لي ما حضرت والو ما شفت والو. وراه عادل تعاود لي وايمان تتعاود لي. ما تعاود لك وانت تشهد؟ دخلتي شاهد في الملف؟ لا ماشي دخلت شاهد، ما انا ما عندهم ماشي شاهد، ولكن انا عندكم اللي تنهضر. اما في القضاء انا ما تنقول لا هذا ضرب لا هذه ضربات. مشي معك نقطه بنقطه. الوقيته اللي دخلتي انت يوم السبت، يوم السبت تم التقديم ديال جميع الاطراف امام السيد وكيل مالك. لا يمكن لاي مواطن باش يدخل في هذاك الوقت باستثناء الناس اللي عندهم ملفات، سواء الشاكي او المشتكى به او فئه من الشهود. انت دخلتي كشاهد وحنا حضرنا انك دخلتي وخرجتي، هذاك انت عند السيد وكيل مالك. يعني اشني الصفه باش دخلتي؟ لا هو قال لهم راه كان جوار. لا ما قال لهم ضرب مكتفني، قال لهم وعادل تضربني، ماشي قال لهم شاهد، قال لهم كتفني هو وصامويل وعادل تضربني. يعني انت دخلتي كطرف؟ دخلت كطرف، ولكن هما يا وقع عارفيني انا ما كاينش كاع في الطرف. المهم تونسوا بيا ولا ما نعرف. واخا نمشيو للامر الاخير اللي بغيت نتكلم معاك فيه، هاد الخطوات اللي درتي والميساج الرسائل عطيتهم قويين واضحين للمغاربه كيشوفوا الامور. شنو هي الامور اللي كتشوف بالعقل
او استراتيجيه الاشتغال اللي بغى يشتغل عليها الميلودي باش يحل هذا المشكل. كيفاش كتشوفها انت وهي غدا وكتصعب دابا انطلاقا من الوعد اللي عطاك وتخلف عليه؟ لان باش تشوف واحد الحاجه فيها لاموين بزاف ساهله تحل. عندهم لاموين، راه كاينين شي ناس ضايعين ولكن لاموين ما كايناش، ولكن نتوما يا عندكم لاموين. هذيك امنيه هذيك راه خاصها تاخذ اكثر من اللي واخدين هذوك الدراري. هذوك راه عاشوا في الاحضان ديالو وعاشوا وخداو كل شيء وتبرعوا بكل شيء. اما هاد امنيه عزيز راه زعما راه ضاعوا بزاف. بنادم يحاول يرونجي معاهم داك الشيء، يحاول يعوض شويه. ما كتشوفش انك بديتي كتراجع الاوراق ديالك باش تصلح وضعك مع المغاربه؟ انا كنت يعني كتشوف ان انك ما قادرش. انا كنت مصالح مع المغاربه، انا المشكل كنت عاطي عادي الفرصه وعاطي الايمان فرصه هما يحلوا المشكل ديالهم مع المغاربه باش ما يقولوش انا هو اللي خرجت مع المغاربه. ولكن هما ما بغاوش يحلوا، اكثر يا ايمان ما بغاتش تحل المشكل ديال هاد الولاده. اذا انا خاصني نبري راسي منها. انا ما يمكننيش انا نبقى داخل في الظلم وفي شي حاجه سهله تحل المشكل ديالها وهي ما باغاش تحلك. وكان عاد كان الحل ديالها واعر نمشي معاها ونموت معاها، لانني انايا مت معاها بزاف د المرات. انايا ما خليت ما درت على قبل خويا عادل، وما خليت مشيت معاها لطنجه دابزنا بني مكاده، مشيت معاها لمكناس جبنا 20 مليون واحد السيد ديال عادل، جبتها ليها انايا. واحد السيده دات لها نص كيلو ديال الذهب، مشيت جبتو ليها انايا من قنيطره من علامة. وما عمري ما خديت ما عندها حتى شي حاجه في حياتي، وهي قبيله عاد مصيفطه ليا اوديو تتقول ليا انت ما فيك خير. علاش؟ حيت انا باغي نقول الحق، هذا هو انا ما مزيانش. هاد غادي نقولوها كلقب هاد الحزب ديال الميلودي، شحال من واحد نشق عليه دابا؟ نبدا بجمال، نقولوا انت هذوك جمال وداك الشيء. جمال كان خدام مع عينين تاتا مع ايمان تانا، سمح لي كاع على قلت عينين تاتا. انا راه جات كان خدام معاه، كل شيء كان خدام معاه من غير انا والمزقيطه اللي صاحب عادل. صافي من غيرنا انايا لا تقول لك تتعطيني ولا شي حاجه، راه هي انا ولد عائله وبا خدم على السميه ماشي باش هي تعطيني ولا ما تعطيني. انا كنت تندير فيهم تندير فيها الخير على وجه عادل، بارك قدوة ديالي وتنحترمه بزاف. انا كنت واحد الانسان خارج شويه الاجرام وخارج الحبس وداك الشيء، فاش عرفت عادي بعدت من ديك الطريق ولا تيبان لي بحال الاب الروحي ديالي واخا قدي قدو. انت لما تكون معهم بشكل دائم انا تكون معهم تكمل هالسؤال. انت كتكون معهم بشكل دائم كيتناولوا في هذه المواضيع، كتسمع الحقائق؟ الحقائق هذه هي اللي بغيتك تقول لمغاربه. هو ما تنكر وتتنكر هذا الشيء اللي كاين. شنو هي الحاجه بغيتها؟ كان تنكرني حتى في عزيز حتى لواحد النهار، كان تنكرني في عزيز وعزيز واحد النهار قلت له اجي، قلت له بغيت، حيت انا كنت ضايخ معاه وحق الله العظيم. تنقول له انت دابا باش تفرش هذه الكبيره دير لها ضيين ليا. كنت تقول لي عزيز ماشي ولدي، دير لها ضيين لعزيز وامنيه ونوض نايض فاش عتبان كاع امنيه بنتك وعزيز ماشي ولدك، راه عتبان هذيك السيده قدام المغرب راه ماشي هي هذيك. وي سكت وقال لي واميك ميك. صافي عرفت بان حتى انا كاذب عليا وراه عزيز راه ولدو امنيه راه بنتو. اخر سؤال، الحل ديال هذا اللغز وديال هذا الاشكال شكون اللي كتعرفوا انت انه هو العنصر الرئيسي في الموضوع وهو اللي كيسد الثغرات بانه تصفى هذا المشكل؟ راه كان معروف راه ايمان. صافي راه ايمان واعوانها. شنو هي الحاجه اللي خايفه منها هي؟ الى السيد اعترف بولاده ودار القانون وشاف وتكلم في هذا الامر، شنو اللي خايفه منه هي؟ انا اللي واش خايفه تفقدو هو ولا شنو اللي خايفه؟ انا اللي تيبان لي هي تتجاهل غيرها من امنيه بخصها تغلب امنيه، هو القوه. صافي هذا الشيء هو الطريقه ديالها، هي تتموت على القوه وتتقول لك واحد المثال لا نستسلم ننتصر او نموت. هذا هو المثال ديالها، لا نستسلم ننتصر ديال عمر المختار، تتموت على هذا المثال هذا. وكاين شي واحد ما تينهزمش وكاين شي سي عبد الحق تنشكرك بزاف. الله يشكر الله يحفظك انك تكلمتي معايا بعمق الصراحه في نقاط كنشكرك. كاين شي حاجه تقدر تحفظ عليها وكاين شي حاجه بطبيعه الحال موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، احنا لبينا الطلب ديالو جينا عنده باش نسمعوا ليه. نعلم جيدا التعليقات ديالكم تهمنا بشكل كبير، ولكن
هناك فئة من الناس بشكل خاص مهتمة بهذا الموضوع. دورنا كما قلت في السابق هو التنوير العام والبحث عن الحقيقة وفق ما يخوله لنا القانون. أي إضافة في هذا الإطار صوت العدالة هي راه الإشارة. تعليق المواطن. شكرا لكم.